السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا وياكم بحلقة بسيطة ومفيدة إن شاء الله تعالى. هاي الحلقة راح نحكي عن حل هاي المشكلة، مشكلة التيست مود، هاي اللي تظهر بين فترة أخرى باللابتوب جراء أو بالكمبيوتر جراء تنصيب برنامج أو حذف ملفات نظام أو خطأ، بتصير عندك هاي المشكلة تمام اللي هي تيست مود، وهاي أيضا تسبب لك مشاكل أثناء ما تثبت البرامج، يعني برامج أو تعاريض تحدث أثناء التثبيت، شلون نتخلص من عدها؟ أخلي لك بالوصف إن شاء الله تعالى رابط أو هاي المجموعة الكلمات اللي بشكل كود، راح نسوي لها كوبي. تمام، سويناها كوبي. نجي على القائمة اللي هي علامة الويندوز، نضغط كليك أيمن. تمام، نضغط على الويندوز باور شيل بين قوسين أدمن. تمام، نضغط يس. اوكي، بعد ما ضغطنا يس فتحت لنا هاي الواجهه. اوكي، تريد تسوي لصق او تسوي كنترول في، تضغط انتر. نشوف ذا اوبريشن كومبليتد سكسسفولي، تمت العمليه، بس لحد هاي اللحظه انه هي ظاهره على الشاشه. رست الكمبيوتر ونرجع له. تمام، من بعد ما عملنا ريستارت خلاص نشوف انه اختفت العباره الخاصه بوضع تيست مود. اذا تعجبك الشروحات دعمني بلايك للفيديو واشترك بالقناه، فعل زر الجرس حتى توصل جديد شروحاتنا المتواضعه. معوني ان شاء الله بمقطع فيديو جديد. مع السلامه.